ستة أحوال تكره فيها قراءة القرآن. إيه هي؟ صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الأول، القرآن تقرأه في أي وقت، وتقرأه وانت مقبل عليه، لأنه عبادة من أعظم العبادات التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني أنت بمجرد أنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف، اضرب 19 في 10، خدت 190 حسنة. انت الوجه الواحد ده متوسط عدد حروفه حوالي 600 حرف، اضرب في 10، لما تقرأ الوجه ده في 5 دقايق او في دقيقتين ثلاثة، انت خدت 600 في 10 6000 حسنة. لما تختم القرآن كله 6236 آية، بما يقرب من عندك يعني 3 مليون حسنة، تمام كده واكثر. فالقرآن القرآن جميل، لكن في 6 حالات يكره فيها قراءة القرآن، زي ما ذكر الامام النووي في كتاب التبيان في أداب حملة القرآن. أول حالة يكره فيها القرآن وانت ساجد أو راكع في الصلاة. ليه؟ لأن الركوع مش موضع قراءة قرآن، لأن السجود مش موضع قراءة قرآن. الركوع موضع أنك تسبح ربنا وتعظمه، سبحان ربي العظيم، والسجود كذلك، سبحان ربي الأعلى. يبقى يكره فيها قراءة القرآن. ولذلك سيدنا علي كما جاء عند مسلم قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد. في حديث عند أبي داود، النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة جهرية فكان يقرأ، وكان يقرأ معه أحد، سمع الرسول بعد ما خلص قال: هل قرأ معي أحد منكم في الصلاة آنفا؟ فقام رجل وقال: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن، يعني لي حد عمال بيقرأ معايا. فانتهى الصحابة بعد هذا الموقف حينما يجهر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة ألا يقرأ معه صلى الله عليه وسلم. يبقى الحالة الأولى التي تقرأ فيها القراءة إننا في ركوع أو سجود في الصلاة. واحد. اثنين، إذا كان الإمام يقرأ يكره أن أتلبس أنا كما مأموم بقراءة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا قرأ الإمام فأنصتوا، وربنا قال: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له. فلو الإمام بيقرأ وأنا كمأموم بقرأ لم تتحقق المتابعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. يبقى ما قرأش والإمام بيقرأ، رقم اثنين. رقم ثلاثة، وفي مسألة مهمة هنا قبل ما ننتقل لرقم ثلاثة، لو الإمام قرأ الفاتحة وسكت شوية في الصلاة الجهرية، وبعدين أنا قرأت الفاتحة قرأت منها آيتين، هو الإمام بدأ يقرأ سورة بعد الفاتحة، أكمل الفاتحة أم أتوقف؟ لا، أتوقف لأستمع للإمام. يبقى ده الموضع الثاني، ما قرأش والإمام بيقرأ. الموضع الثالث، لو أنا في الخلاء بقضي حاجتي في الحمام أو كده، لا يجوز. تمام كده؟ ليه؟ انه مش موطن ولا موضع ولا مقام يليق بالقرآن الكريم. ده قضاء حاجة، انت داخل بتقول اعوذ بك من الخبث والخبائث، مش هتقول بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وتقرأ اي آية واي سورة من القرآن الكريم، هذا لا يليق. تمام كده؟ ده حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما جه المهاجر ابن قنفذ احد الصحابة، والعصام كان يبول، فسلم عليه المهاجر فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام السلام. فلما توضأ وبيتوضأ وسلم عليه، فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد كده بعد ما توضأ رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إني كرهت أن أرد عليك السلام وأنا على إيه؟ وأنا على غير طهر، أو لا لا لم ما أردت أن أذكر إلا على طهر. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما ردش السلام ويبول أو يقضي حاجة، فمن باب أولى ألا نقرأ القرآن عند قضاء الحاجة أو إلا على طهر. ده رقم كام؟ 3. رقم 4، واحد غلبه النعاس، يعني واحد عاوز ينام وفي نفس الوقت نفسه يقرأ، لا نقول له روح نام. وده برضو بيخلينا نتكلم على الحالة الخامسة، لو أنا صعب أو مزاجي أو متضايق أو يعني اللي هو إيه، في حالة أنا صعب إن أنا أركز أو يغلبني النوم أو الإرهاق، إن أنا هستثقل أو مش هعرف أقرأ القرآن صح، في الحالة دي برضو لا تقرأ. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إيه؟ إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع، ده حديث مسلم. استعجم عليه القرآن أو القرآن على لسانه، يعني استثقل وصعب عليه أنه يطلع القرآن أو يطلع الحروف أو ينطق الكلمات والآيات صحيحة. فنقول له ده لا، اضطجع ونام، ولما تفوق وتقوم وتروم يبقى تقرأ القرآن. دي الحالة كام؟ الخامسة، عند استعجام القرآن
أو عند غلبة النعاس. رقم ستة والأخيرة، إن إحنا من نقرأ فيها قراءة القرآن عند خطبة الجمعة، في حال الخطبة، لأن ده مقام إيه؟ إن أنا أستمع للإمام. يقول صلى الله عليه وسلم: ودنا من الإمام واستمع. يبقى المطلوب إن عند سماعك عند الخطبة إيه؟ أنا سمعت الخطيب، يبقى أنا أتركزي بأسمع للخطيب، إن هذا مقام استماع للخطبة. يبقى دي ست حالات يقرأ فيها قراءة القرآن في الركوع والسجود في الصلاة. عند قراءة الإمام في الصلاة الجهرية أنا أستمع للإمام. اثنين، ثلاثة، عند قضاء الحاجة. أربعة، إذا غلبني النعاس. خمسة، إذا استعجم علي القرآن، أصبح يعني أنا يعني إرهاق وتعب وكده وبقاوم، فلا مش قادر، فأنا لا أرتاح، وبعد كده يصلي أحدكم وقت عشان يبقى أدي العبادة وقت النشاط، وعند الاستماع لخطيب الجمعة. شوفكم على خير.